الكلام الآن عن المشايخ شيوخ. شيوخي في المدينة على قسمين، على قسمين، قسم هم شيوخ الملازمة لأخذ الفنون من المتون. يا سلام. وهؤلاء كلهم شناقل. يا ما شاء الله. يا سلام. بل أقول الحمد لله من نوادر علماء شنقيط الذين نزحوا إلى المشرق هنا، بدءا من الأمين، هذا أول، ثم محمد المختار، والد الشيخ المختار. أيوة. والده محمد المختار ابن أحمد مزيد الرشيدي الجكني الشنقيطي. يا سلام. ما شاء الله. هذا الثاني. نعم. هذا لازمته 10 سنين. ما شاء الله. ومن الفوائد التي وجدتها عنده هو من شيوخ الملازمة، قرأت عليه في المصطلح، وهو يعتبر يعني من المحدثين، كان مع شيخنا حماد في وقتهما، يعتبران من علماء الحديث أو يعرفان الحديث في المدينة، كانوا مع بعضها في وقت واحد هكذا. فقرأت عليه طلعة الأنوار في مصطلح الحديث، ما شاء الله، لسيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي الشنقيط صاحب مراقي السعود. نعم. هذا في الاصطلاح، علم الاصطلاح. نعم. فاستفادة من الشيخ المختار من جهة الحديث أضخر وأقوى. نعم. أضخر كذا حيث الجمع. واستمعت إليه وقرأت عليه مختصر الخليل. يا سلام. لكن ما نهيته إلى باب الزكاة هكذا. نعم. فتوفي. وكان الشيخ رحمه الله في شرحه للمختصر لي، كان يشرح المختصر شرح حديث أو شرح محدث، ما يذكره من الأحكام أو ما يذكره من الأحاديث لمسائل خليل يذكر هذه الأحاديث. ما شاء الله. رأيك. يعني يميل للحديث أكثر، يشرح بالحديث هو هذا. لا يشرح شرح المتأخرين الفقهاء المالكية فقط كما تجد هذا في الشيخ الأخير أحمد. فكان الشيخ المختار يشرح شرحا حديثيا أي بالأدلة، حصل إذا حضروا شيء من هذا يشرحوا به ولا يدخل في تفاصيل أخرى كذا كما عليه المتأخرون من شراح الخليل. أيوه. فقرأت عليه الخليل إلى الزكاة وتوفي، وقرأ واستمعت عليه كثيرا، أو استمعت عليه كتب السنة، بعض كتب السنة أو كتب السنة، لكن مثلا استمعت عليه كتاب شرح كتاب الترغيب والترهيب. ما شاء الله. لكن هذا ليس كله، وكذلك صحيح مسلم، وكذلك صحيح البخاري، وهذان الكتابان كان يقرئهما أو يشرحهما في المسجد النبوي في رمضان كثيرا بعد العصر. ما شاء الله. وكنت أحضر تفسيره أيضا في المسجد النبوي بهذا بعد الفجر. رأيت. كنت أستمع استماع هكذا. وقرأت عليه في الألفية أيضا، شرح لي أو الجزء الثالث من شرح الأشموني للألفية. ما شاء الله. الجزء الثالث. نعم. منه. الجزء الثالث. شرح لي هذا أو قرأت هذا عليه. رأيت. وكذلك من الكتب السنة الصحيح الجامع الصحيح للترمذي، وهذا جميعه شرح، استمع لي كذا إلا إذا غبت. نعم. هذا معناه الشيخ يدرس من الفجر إلى بعد العشاء. أي نعم. ها كان كذا. نعم. إذا درس في الصباح وانصرف يأتي بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، ثم نقص في آخر الصلاة. نعم. وهذا نادر شيخنا، نادر سبحان الله. الآن شيخنا رحمه الله، لأن بعض الناس يدرس يوم مرة في اليوم ويقولون هذا عنده همة عالية، مرة واحدة ساعة فقط في اليوم. نعم. هذا إن كان وبعضهم يدرس مرتين في الأسبوع يقولوا ما شاء الله نشيط، الهمة متختلفة. سبحان الله المستعان. وهكذا. طيب. فهو على كل حال هذا مما، وكان وجدته يشرح شرح النسائي. جيت ووصلت إلى المدينة وهو يشرح النسائي، وكان يشرح وكان بطيئا في شرح النسائي، حتى قلت له يوما كان
إذا انتهى من شرح جزء أو شيء من النسائي ووجد فرصة يقول لي اقرأ لي يا عبد الرحمن هذا اللي كتبته، اقرأ لي يسمع بعد ما انتهى من كتابته كذا، فأقرأ لي يسمع هكذا وهكذا. فقلت له يوما متى تنتهي من شرح هذا الكتاب؟ قال يا فلان يا عبد الرحمن أنا أؤلف ما استطعت أن أؤلفه ورأه الناس أو وجدوه انتفعوا بما وضعته، وما لم أستطع أن أشرحه فهذا لست مطالبا به. المهم يشرح شرح صحيح، هذا هو. نعم، يستفيد الناس منه. يستفيد الناس. سبحان الله، هذا من أخلاق الشيخ، وكذلك من أخلاقه بالنسبة لهذا الشرح الكتاب. أن بعض أصحابه من الكبار في السن كان يأتي في درسنا في المسجد النبوي، هو كبير في السن مثل الشيخ من يعرفه كذا، لكن لم يكن من الطلبة، لكن كان المحبين للعلم. فقال للشيخ يوما بعد المغرب يا شيخ ما رأينا لك تعليفا، ما عندك تعليف؟ فقال له الشيخ رحمه الله ماذا تفعل بتعليفي؟ قال أستفيد منه. فقال له الشيخ تستفيد؟ قال نعم. تستفيد؟ قال نعم. تستفيد؟ قال نعم. فقال أنا أسألك هل عندك فتح الباري؟ قال نعم عندك فتح. قال عندي فتح الباري. عندك جامع البيان عن تأويل آية القرآن للجرير الطبري؟ قال نعم. قال هل قرأت هذه واستفدت منها؟ قال لا. قال لا هذا ما يصلح، اقرأ هذه أولا إذا استفدت منها ثم تسأل ما أما ألفت. يعني كيف تبحث عن المتأخرين وأنت لم تقرأ للمتقدمين؟ على كل هلا والله هكذا أجاب. وعندك هذه الكتب. فسكت ذاك الشيخ. ثم قال له بعد ذلك قال له الشيخ المختار أنا أبشرك كما تريد، أنا الآن أشرح سنن النسائي بعد كل هذا. نعم. هذا من أخلاقه، كان يحب أن يخلص على كل حال في عمله.